E السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله غنقدم لكم الطريقه ديال الفول البلدي اللي كيكون كي بالقشره ديالو كيف ما كتشوفوا معايا هكا كيكون كي هنايا راه بديت كنقي بديت كنحيد ليه داك راس الكحل ديالو انا غادي نوريكم كيفاش كندير ليه نأخذ حبه بحال هكا وكنحيد ليها داك راس الكحل ديالها بالموس بهالطريقة هذه. هادي صافي أو كنديرو هكا في شي بانيو صافي هنايا راه ساليت الكمية كاملة نقيتها صافي غادي نحتاج معاه جوج مطيشات اللي قشرتهم وجوج بصلات كيف ما كتشوفوا معايا راه بصله كبيره وحده صغيره شويه وخمسه ديال الدروس ديال الثومه اللي قطعتهم شرائح طوال وعندي المعدنوس وبالنسبه للعطريه فغادي نحتاج تحميره البزار الملحه الخرقوم البلدي معلقه صغيره ديال مطيشه دي الحك ومعلقه صغيره ديال الكمون وغادي نحتاج كذلك نص كاس ديال الزيت كيف ما كتشوف معايا الكاس راه صغير صافي غادي نبدا هنايا على بركه الله اول حاجه غادي نطحن الثومه وغادي ندير معاها مطيشه اللي حيدت ليها القشره ديالها وغادي نقطع معاهم البصله وغادي نضيف معاهم المعدنوس وغادي نطحنهم مزيان الا ما عندكمش الهاشوار تقدروا تستعملوا غير مولينيكس أو الخلاط الكهربائي صافي غادي نجيب هنايا الكوكوت فاش غادي نطيب غادي ندير فيه هذاك الخليط اللي طحنت وغادي نضيف معاه كميه ديال الماء وغادي نضيف العطريه وغادي نضيف كذلك مطيشه ديال الحك وغادي نحرك كل شيء مزيان صافي وغادي نضيف الفول من طبيعه الحال من بعد ما غسلته مزيان وغادي نضيف كذلك الزيت صافي وغادي نسد عليه الكوكوت ونخليه حتى على خاطره على عافيه تكون متوسطه ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش مهيله بزاف باش ما ياخذش لكم الوقت بزاف في الطياب صافي من بعد ما طاب غادي نضيف عليه الفلفله حاره ونخليها حتى طيب مبلاً ما بلا نسد عليها غادي نخليها غير هكاك صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الفول ديالي كيفاش كيجي كيجي لذيذ بزاف وكتجي المريقه ديالو معلكه وطيبه مزيان غادي نضيف عليها شويه ديال الزيت الزيتون من الفوق صافي هذا هو الطبق اللي شاركت معكم اليوم كنتمنى ان هنا الاعجاب ديالكم ما تنساوش تخليو ليا تعليق ولي لايك ديالكم ولا بغيتوا وصفات اخرى طلبوها مني في التعليق وانا ما الا نفدها ومرحبا بالناس الجداد اللي ينضموا للقناه ونخليكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده